تحية طيبة مشاهدينا، ونحن على بعد أقل من 4 أشهر على الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ديسمبر المقبل، ما يزال جدل قانون الانتخاب والقاعدة الدستورية قائما ومستمرا يهدد إقامة العملية الانتخابية برمتها. يضاف إلى هذا الجدل عراقيل أخرى بغيتها عدم رؤية مشاهد الانتقال السياسي أو الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا. فحفتر يهدد بعدم الاعتراف بأي حكومة مدنية، وعقيلة صالح الذي يراوغ بقانون الانتخاب ويحاول الانفراد به بنفسه، وآخرون يرفضون الاستفتاء على الدستور الليبي في غضون هذه الاجتماعات والملتقيات. في هذه الأحداث أقامت البعثة الأممية أمس الأربعاء جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي لمناقشة بعض المسارات الجديدة. فما هي هذه المسارات، وهل قدمت هذه الجلسة أي جديد في ملف القاعدة الدستورية؟ كل ذلك وأكثر نتابعه في هذه التغطية مع ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير. أهلا بكم. أقل من 5 أشهر على موعد الانتخابات، ولا تزال لجنة الحوار السياسي تراوح مكانها، وهي التي أسندت لها مهمة التوصل إلى القاعدة الدستورية. عقدت البعثة الأممية في ليبيا الأربعاء اجتماعا افتراضيا لملتقى الحوار السياسي لاستعراض المقترحات الأربعة التي وضعها أعضاء لجنة التوافقات. وناقش أعضاء الملتقى خلال الاجتماع المقترحات المقدمة بشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وشدد المبعوث الخاص يانكوبيتش في كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بناء إذا ما تمكن الليبيون من استنهاض الإرادة السياسية وقدموا التنازلات المتبادلة للسير بالبلاد إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة. ووفق مراقبين، فإن البعثة لم تظهر أي بوادر حقيقية خلال كلمتها للتوافق على صيغة مشتركة لإنجاز القاعدة الدستورية. وعبر مسؤولون عن امتعاضهم من ممارسات البعثة التي وصفوها بالعبثية، وأن البعثة ليست لديها جدية حقيقية في إنجاز القاعدة الدستورية. وعلى الصعيد نفسه هناك سلوك مناقض لمساعي البعثة مثير للتساؤلات والجدل، وهو موقف البعثة من مجرم الحرب حفتر الذي يهدم كل الجسور المؤدية إلى استقرار البلاد. ففي احتفالية أقامها من داخل حصنه في الرجمة، أعلن مجرم الحرب حفتر انقلابه على المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش وعلى حكومة الوحدة الوطنية التي اعترف بها العالم في تحد صريح. وما زاد المشهد تعقيدا من الجانب الدولي لقاء السفير الأمريكي بحفتر في القاهرة، وتصريحه السابق أن للمجرم حفتر دورا مهما في توحيد المؤسسة العسكرية، تصريح أثار حفيظة عدد كبير من الليبيين لما ارتكبه حفتر وميليشياته من جرائم مروعة وفظائع لا يزال يحصد الليبيون آثارها حتى اليوم من خلال المقابر الجماعية بترهونة وغيرها. وفي ظل هذه الأحداث المتتابعة، يشك الكثير في مصداقية البعثة والمجتمع الدولي في الذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة تنهي حالة الاقتسام والتشظي في المشهد السياسي الليبي. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية عن الجلسة الرابعة للجنة الحوار السياسي التي تمت دون توافق. يسعدني أن أرحب في هذه التغطية بالمستشار السابق لرئيس مجلس الدولة صلاح البكوش عبر سكايب. مساء الخير أستاذ صلاح، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي عصام الزبير عبر استديوهاتنا من تجراء أيضا. مساء الخير أستاذ عصام، والصحفي والمحلل السياسي بدر شنيبة عبر سكايب. مساء الخير لكم جميعا. أستاذ صلاح، بداية من خلال متابعتك للجنة التوافقات والمقترحات الأربعة، كيف قرأتها؟ أولا أعتقد أنه من المهم جدا أن نوضح للمشاهد أن لجنة الحوار ليست هي التي أسند لها وظيفة الخروج بالقاعدة الدستورية،
المادة الرابعة من خارطة الطريق تقول في بندها الأول أن على مجلسي الدولة والنواب الوصول إلى توافق حول الاستحقاق الدستوري. الفقرة الثانية تقول بأن لجنة الحوار تشكل لجنة قانونية لمتابعة ذلك الأمر. والفقرة الثالثة تقول بأن إن فشل مجلس النواب ومجلس الدولة في الوصول إلى الاستحقاق الدستوري أو ما يسميه البعض القاعدة الدستورية، على فكرة خارطة الطريق ليس فيها أي شيء يسمى القاعدة الدستورية. نعم. فقرة الثالثة تقول بأنه إذا فشل مجلس النواب ومجلس الدولة خلال 60 يوما يؤول الأمر إلى لجنة الحوار السياسي للبت فيه. وهذه نقطة رئيسية. ليش؟ لأن كوبيتش بدل أن يقوم في 21 فبراير وهو انتهاء مدة 60 يوم بتحويل الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي، أعطى مجلس الدولة ومجلس النواب مهلة 4 أشهر أخرى، إلى أن أتى في شهر 6 4 شهور بعدها في 28 يونيو. نعم. وجمع الحوار السياسي في سويسرا وقال لهم عندكم 3 أيام باش تطلعوا بقاعدة دستورية. ولهذا الآن الضغط في الوقت والتخبط لدى السيد كوبيتش، بخلاف ستيفاني ويليامز التي استخدمت الحوار السياسي كعصا على رأس مجلس الدولة ومجلس النواب. مجلس الدولة الحوار السياسي سيخرج بسلطة تنفيذية، خارج السلطة التنفيذية مجلس نواب تبوا تعطوها الثقة ولا توردها للحوار السياسي تو يعطوها الثقة. أعطوها الثقة. خرج ستيفاني ويليامز، قرر كوبيتش أن يبي يتماهى مع مجلس الدولة ومجلس النواب، ولهذا الآن نحن في ورطة. فالحديث في مجلس في الحوار السياسي، الحوار السياسي على فكرة فيه أكثر من 30 عضو من مجلس النواب ومجلس الدولة الذين لا يريدون انتخابات، يريدون استفتاء على الدستور قبل كل شيء. فالمواقف متصلبة الآن. الأربع مقترحات التي قدمت الأطراف متشبتة بها، كل طرف متشبت بالمقترح متاعه، وانتهى الاجتماع إلى لم تتحرك أي من الأطراف قيد أنملة عن مواقفها السابقة. ولهذا نحن الآن في هذه الفترة بانتظار الخطوة الثانية والتي قد نتحدث عنها بعد قليل. نعم أستاذ عصام، يعني هل لجنة التوافقات برأيك تتعرض لضغوط خارجية ربما لفرض بعض المسارات أو الأجندات؟ أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي قناة التناصح حقيقة، وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عندما أتوا بهذه المجموعة قالوا بأنها مجموعة يعني من مختلف مشارب وتيارات البلاد. إذن نحن رأينا أن هذه المجموعة 75 في رؤية الأمم المتحدة وفي رؤية بعض الأطراف أنها هي التي ستسير بنا نحو إنشاء قاعدة دستورية. وترك الدستور وتركت خارطة الطريق بعيدا أو جانبا، والأستاذ صلاح طبعا وضح ذلك. لكن المشكلة في أننا نرى أن هؤلاء 75 الآن هم الذين لديهم مستقبل ليبيا، وهذا الأمر واضح جدا بالضغط الإعلامي والحشد الأممي وبيانات السفارات وبيانات البعثة وغيرها. لكن ما رأيناه هو بالعكس، أن الاختلاف ممكن لو طرح الدستور كان أسهل مما ما هو وقعنا فيه الآن. كان يعتقد في بداية أغسطس، بعد ذلك أجل إلى نهاية على ما أعتقد أغسطس، يعني في الانتظار في شهر سبتمبر ماذا سيحدث. ورأينا كيف تلويح المفوضية العليا للانتخابات بأنه يفترض أن يتقدم إليها الأمر قبل بداية أغسطس، حتى يتم بعد ذلك البدء في الإجراءات يعني لبدء مشروع الانتخاب. لكن ما رأيناه حقيقة هو شيء عجيب جدا، أن منذ البداية لم تتوافق هذه الأطراف، لأن بعض
منها لا يرى أنه مشروع وطني ولا الاتجاه المشروع الوطني اتجاه إلى شخصنة الموضوع وإلى السير بهذا الموضوع نحو شخصية ما لإدراك أن الأمر يعني يتجه نحو الإنقاذ ونحو إنقاذ المجتمع الليبي، وهو بالعكس هي هروب من الدستور إلى هذه اللجنة، وهذه اللجنة تهرب إلى مشاريع شخصية وأيضا حتى ردات فعل في بعضها البعض، وهذا الذي لم ينتج عنه التوافق خاصة بعدما توافقت على اللجنة الأولى، يعني الاجتماع الأول الذي خرج علينا بالمجلس الرئاسي والحكومة. من هنا نرى أننا ما زلنا تحت ضغوط، لسنا تحت يعني هدف أو رؤية نحو بناء يعني رؤية حقيقية لقاعدة دستورية تنشأ عنها انتخابات في 24 ديسمبر. الآن بدأ هذا الحلم حتى هو يختفي عند البعض، بدأ التشكيك، بدأت حتى إجراءات الانتخابات ودخول المفوضية في بعض الأمور جعل هذا الأمور يوحي لك بأن هناك ضغوط حقيقية وفاعلة خارج البلاد ومن داخل البلاد من أجل إقرار قاعدة ترضي بعض الأطراف أو ترضي خلاها بكل مصداقية حقيقة بين مشروع الدولة المدنية ومشروع الدولة العسكرية، يعني عسكرة الدولة. ولذلك هذه المشاريع الآن في تخبط، وهذا الوضع يعني متخبط حقيقي، وقد يجرنا إلى حرب أو يجرنا إلى انسداد سياسي معناها حقيقة لن نخرج منه. هو من البعثة هي أخذت الأمر وهي التي اختارت وهي التي تدير الأمر الآن، فكيف لا يكون هناك ضغط خارجي؟ والاجتماعات كانت في البداية خارج البلاد. نحن عندما نتكلم ونقول اجتماعات يقول لك هاي خدام مسموح أن تجتمع فيها لأن تجمع كل المشارب وكلها ومدينة يعني تقدر أن تجتمع فيها، ما في شيء معناها تأثير لأي ضغط محلي. نذهب بها إلى خارج البلاد لوجود الضغوط المحلية، بدأت حتى بعض يقول لك لا تول اجتماعات عن طريق الزوم ولا عن طريق غيرها، لكن ما هي حقيقة من وراها هؤلاء الأفراد؟ ما زال الضغط مستمر وما زالت العملية لن تصل النتيجة ما دام الشخصيات بعيدة عن الاتجاه نحو الوطن. أستاذ بدر يعني هنا ولكن أقولها لأن كان في تقاربت. نعم أستاذ بدر، يعني قال كلمة الأستاذ عصام، لو طرح الدستور من الأول ما كان وصلنا إلى هنا. كيف رأيت تعامل البعثة مع المقترحات الأربعة، وخاصة أن أحدها يطالب بالاستفتاء على الدستور وهو ما تجاهلته سابقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيوف ومشاهدينك الكرام. أعتقد يعني أنا أتفق مع ضيوفك الكرام، يعني الموضوع أنا بالنسبة لي يعني الليبيون لم يتغيروا، الأطراف الليبية أقصد هنا لم يتغيروا، ولكن لم تتغير عفوا، ولكن ما تغير هو المزاج الدولي ورئاسة بعثة الأمم المتحدة. المزاج الدولي كان مزاج توافق يدفع إلى توحيد السلطة التنفيذية ومن ثم التوحيد المؤسسة التشريعية عبر انتخابات 24 ديسمبر، ولذلك يعني ضغطت الأطراف الدولية على يعني حلفائها في الداخل الليبي من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات والذهاب إلى المسار والعودة إلى المسار السياسي بعد انكسار عدوان حفتر عام 2019. بالتالي الآن هو ما تغير، المزاج الدولي الآن انقسم من جديد، أصبح كل طرف يقف أو خلف الطرف الذي يعني يدعمه، روسيا وفرنسا ومصر والإمارات في طرف، وتركيا والولايات المتحدة والمجتمع الغربي في طرف آخر أو بعض منهم في المنتصف. وبالتالي هذا المزاج الدولي الذي تغير هو ما جعل الأطراف المحلية ترجع إلى قواعدها الأساسية وإلى خطوطها السابقة، والتي يعني أجبرت كما ذكر السيد صلاح، أجبرت ستيفاني ويليامز هذه الأطراف على التحرك والهرولة إلى المسار السياسي بعد أن تهديدها بملتقى الحوار. يعني السيدة ستيفاني ويليامز جاءت بحلول ثورية أخرجت المسار العسكري عن القيادات العسكرية وذهبت به إلى لجنة 5+5، والمسار السياسي ذهبت به إلى ملتقى الحوار ب 75 عضو. وبالتالي رئاسة البعثة أدائها الباهت والسيد كوبيتش هو ما يقوم به هو عبارة عن إدارة للأزمة وليس حل للأزمة،
وعبارة عن دبلوماسية الأمم المتحدة التي اعتدنا عليها في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي غيرها من المناطق، هو عبارة عن نقل رؤى ووجهات النظر الأطراف المتبادلة ودون الوصول إلى أي نتيجة في الآخر. الطرحات الأربعة لنرجع للخلف قليلا، كانت البعثة أعطت البعثة يعني تفسيرها لدور الملتقى الحوار وكما ذكر السيد صلاح، وقالت لهم إن ليس لأعضاء الملتقى الحوار الصلاحية لتقرير المسار الدستوري، وأنا أقصد هنا معالجة مشروع الدستور، ولكن تغير مزاج ونهج البعثة بعد اللجنة، بعد أن ظهر خلاف في اللجنة القانونية في الملتقى، ثم ذهبوا إلى لجنة التوافقات ليصبح كانت لدينا مقترح واحد، سلطة انتخابات تشريعية، وكان الخلاف في القسم وكيفية انتخاب الرئيس من انتخاب مباشر وغير انتخاب مباشر. عندما ذهب الملتقى الحوار إلى اللجنة التوافقية خرج لنا عدة يعني أصبح المقترح أن والمقترح ونصف أصبح أربع مقترحات، وزادت المقترحات وتركت البعثة الباب لزيادة الأفكار، وبالتالي الأطراف كل نحن نعرف أن الملتقى الحوار ممثل للأطراف الليبية، تيار سبتمبر، تيار الكرامة، وتيار بركان الغضب، وتيارات أخرى، وبالتالي هذه الأطراف وجدت الفرصة من جديد عندما انفض عليها الضغط الدولي وعادت إلى لعب المكايدات السياسية والكيد السياسي من جديد، وبدأت تبرز مقترحات جديدة كل يعني يمثل المصالح تلك الطرف وليس مصلحة الدولة الليبية، وبالتالي الآن بعض الأطراف تطالب بالاستفتاء على الدستور وهي تعلم أنه يعني من المستحيل استفتاء على الدستور في فترة قصيرة قبل الآن، يعني الآن فترة قصيرة منذ ممكن كان الإعداد إلى استفتاء في شهر أغسطس الحالي، ولكن الآن لا يمكن الإعداد استفتاء في شهر أكتوبر مثلا، وهناك طرف آخر يريد يعني هو وأيضا بخصوص مشروع الدستور هناك معارضة من عدة أطراف مكونات ثقافية كالأمازيغ والتبو والتوارق ومكونات سياسية، وبالتالي مشروع الدستور ليس ذو توافق. هناك أيضا قصة الرئيس خاصة بعد يعني بعد ظهور قصة الرئيس مباشر وغير مباشر ظهر طفح الخلاف على هذه المشكلة وتطور، وخاصة بعد أحداث تونس الآن أصبح كل طرف يؤول فكرة الرئيس حسب مزاجي، وبالتالي من الصعب الوصول إلى توافقات ما لم تخرج رئاسة البعثة يعني بأسلوب الحوار إلى مرحلة أخرى، مرحلة جديدة تغير فيها أساليب الحوار وتضغط على الأطراف وتحشرهم في الزاوية لإنتاج نتائج سريعة، غير ذلك فإن الأطراف تستمتع بالمناكفات والكيد السياسي وإطالة عمر الأزمة كونها أنها هي مستفيدة ولا تريد تغيير تلك التوازنات القوة التي تعتمد عليها. وليس في المنظور القريب ما يوحي بأن البعثة ستغير من هذا الأسلوب. أستاذ صلاح، أنت ذكرت قبل قليل تخبط يان كوبيتش، وخاصة أنه في كلمته الأخيرة يعني على عكس الخطابات السابقة لم يهدد أو يعني خلا خطابه من الوعيد للمعرقلين وإلى آخره. ما سر هذا التغير وهذا التخبط في أسلوب يان كوبيتش؟ شوف أنا والله يعني سؤال جيد أنا ما أريد أن أضيفه هنا هو نقطة مهمة جدا يجب أن تطرح ويجب أن نوضحها لأن عليها سيبنى كل شيء، وهي يجب أن نحن نطلع من قصة أن فيه ضغوط دولية ومؤامرات وأن هذا سبب، يا إما نتفق مع بدر لطرحها بالمناكفات السياسية وكذا وهذا أتفق معه، أو نقوله البعثة والمجتمع الدولي يضغط باتجاه حل معين وبعدين نقول لك أعطيني الدليل. يا جماعة خير، ليبيا تحت البند السابع. شو معناها تحت البند السابع؟ خليك بالدفنج اللي يقولوا فيه الأخرين. البند السابع يعني أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين. وعندما يكون الوضع في أي دولة يهدد الأمن والسلم العالميين معناها المجتمع الدولي بيضغط لحل هذه المشكلة طبيعي، فنحتج على شنو؟ يبي يخلوه هيك تلعب مش مأثر أنت في جيرانك في تونس في مصر في تشاد في النيجر، أنا الجماعة اللي كانوا يقاتلوا مع حفتر عدوا داره وقتلوا رئيس تشاد اللي عابي عليه فرنسا وعابي عليه أمريكا وعابي عليه كذا دكتاتور
فبالطبع يبوا يضغطوا، ولكن الضغط انك وجد خاصة في ليبيا الضغط وجد حل، لان كيف المجتمع الدولي يبي حل معين وهو المجتمع الدولي منه؟ روسيا وامريكا وفرنسا وبريطانيا متفقين مع بعضهم على حل واحد؟ لا، بتقولي المجتمع الدولي يضغط يبي حل معين، الكلام بالعقل، يعني كل طرف يضغط باتجاه الحل الذي يراه. ثانيا في اختيار السلطة التنفيذية كان هناك على الأقل لم تكن هناك ضغوطات داخل القاعة، أنا أعرف ذلك تماما، ولكن المجتمع الدولي كان يفضل، خلينا نحطها بين قوسين، لو فاز قائمة عقيلة صالح وبشاغة وعبد المجيد سيف النصر، ولكن الملتقى قرر أن يذهب إلى الخيار الأقل جدلية. نعم. واختار القائمة الثانية، مش لأنها القائمة هي التي نتمناها لليبيا وما كنا نحلم به، ولكن أقل جدلية وأقرب إلى فبراير من القائمة الثانية، والدليل أنه بفارق أصوات قليل جدا أيضا. فهذه القصة. ثانيا يعني لاحظوا نحن لم ينجح أي ضغط، وين الضغط؟ ما نجحش هاه، وقاعدين تولنا من نوفمبر راه ونحن نحاول القاعدة الدستورية. ثانيا، لو طرح الدستور، يا جماعة الخير في حد قراه الدستور اللي يقولوا لو طرح الدستور؟ الدستور إذا كانك تتكلم عن الدستور، عدي مرة القاعدة الدستورية اللي مدارتها شنو اسمها سلطنة المسماري، رئيس بدون أي شروط وعنده سلطات إمبراطور، هذا هو الدستور اللي عايته توا لو طرح الدستور والمجتمع الدولي ما يبيش الدستور، تقروه الدستور ما فيش شيء، أقرو المواد بتاعه. الشرط الوحيد هو أنك أنت تنزلت عن جنسيتك سنة فاتت، وهذه ما هيش مشكلة، تجيب لك ورقة بأني تنزلت، والباقي تقدر تحل مجلس النواب وتعين الحكومة بدون ثقة مجلس النواب وكذا، وانت لا عندك لا مجلس نواب ولا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية، تبوها هيك عاد تختاره، خلنا يبقى نطلعوا كلنا اللي نادوا بالدستور ونكلموا سلطنة المسماري ونقولوا لها يا سلطنة نحن مع المشروع بتاعك نديروا انتخابات نيابية ورئاسية، ما تجيش راهي. وكيف ما قال بدر، في اعتراضات كبيرة على هذا هذه المسودة. الدستور الليبي بتاع الاستقلال في الديباجة بتاعه يثني على جهاد الليبيين الأبطال ضد الاستعمار وما إلى ذلك. هذا الدستور هذا ما فيش ولا كلمة واحدة على فبراير. هذا الدستور وين الدستور وليش والمجتمع الدولي ضد الدستور؟ الدستور الآن الأطراف اللي تستخدم في إن تقدم الدستور أولا هذه الأطراف هي مجلس الدولة ومجلس النواب اللي قال عليهم غسان سلامة، راه مش ما يكذبش ديما. غسان سلامة في 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 9 نوفمبر 2018 في فتى أمام مجلس الأمن قال لهم هذين المجلسين سيقاومان أي انتخابات لأنها تشكل تهديدا لهم، وهذا اللي صاير توا. نترك المجال أنا. نعم. أنا سأنقل الكلام للأستاذ عصام الزبير، لماذا كل هذا الإصرار على الدستور إذا كان الدستور يسمح لشخصيات مثل حفتر وغيرها أن تترشح للرئاسة؟ في الكلام بصفة عامة ولا أتكلم بصفة يعني زي ما نقول تو جزئية حادثة الآن، دائما في العالم كله يعلم أن ما كيف ستختار الرئيس، ولذلك في المقترح الثالث والرابع يرجعون إلى الدستور. لماذا رجعوا إلى الدستور إذن؟ النقطة الثانية، أنا عندما تكلمت لا دخلي في مجلس الأعلى للدولة ولا دخلي في مجلس النواب، أنا دخلي في هيئة منتخبة قامت. عندما تقول لي أنه وراء اعتراضات وراء شيء أقر هذا،
هذا الدستور أقر باللجنة التي هي لصياغة الدستور وهي المكلفة بذلك، أما أن لا يقره مجلس النواب ويعترض عليه هذيك شيء ثاني. المفروض كان المجتمع الدولي وقت 3 سنين اللي هم حطوه يضغط في هذا الاتجاه، ولست مع أي طرف في هذا اللجان. أو الآن احنا ذهبنا إلى القاعدة الدستورية وبدأنا نعيش نفس اللحظات التي نعيشها الآن في الدستور، وستكون نفسها مع الوقت، ستكون نفس اللحظات بنفس الإجراءات. أما عن العمالة والمجتمع الدولي والمؤامرة والبند السابع، فأنا أقول لا، العديد من الأمور لست بأشخاص موجودين أو الشخوص، لكن من وراء هذه الشخوص ومن الذي يجعل هذا المجتمع يضيع في هذا المسالك؟ هل هؤلاء الشخوص بأفكارهم ورأيهم دون أجندات معينة تسوقهم أو مال فاسد لا يحركهم أو أي من هذه الأشياء التي يعلمها البعض؟ ولذلك نحن حتى نقول تحت البند السابع، البند السابع لنا فيه 12 عام السلاح من ليبيا خرج إلى أفريقيا وأثر فيها، وكما قالوا أثر، يعني المجتمع الدولي يرى في هؤلاء المجريات التي أثرت وحتى في الإرهاب في الجزائر وأثرت في الإرهاب في أفريقيا وأثرت حتى في وضعنا بالداخل ولا يتحرك، لأن البند السابع يشمل يعني الأمن ويشمل. والله أنا حقيقة أقولها بصراحة، رأيتي أنا لست كأتكلم عن المجتمع الدولي في وجود يعني عن الدستور في وجود المجلس النواب الحالي أو في وجود المجلس الأعلى للدولة، أنا رأيتي في وضع سياسي موكوم موجود بصفة حقيقية وبصفة صريحة وبدعم من الأمم المتحدة التي تدعي الدعم والمشورة في هذا الأمر، وبوجود شعب إيجابي وليس شعب سلبي يترك الأمور والساسة يصنعون ما يريدون ولا يتوافقون في السير نحو رؤية وهدف من أجل بناء الدولة الليبية الدولة المدنية. ولذلك الاختلاف لن يكون في هذه الأمور معناه اختلاف قوي أو عميق إلا إذا كنا تركنا القوانين الليبية والوطنية والقوانين الدولية جانبا ونتحدث بعد ذلك عن بناء الدستور أو نتحدث عن الانتخابات. الانتخابات ليست جزئية تأتي لوحدها وليست تأتي بقانون قاعدة دستورية فقط أو أن البلاد هي في حالة أمن واستقرار كي نتحدث بهذه الأمور بمعطيات معينة. ولذلك حتى انتخابات المؤتمر الوطني التي أقيمت بعد ذلك قيل فيها ما أقيل بالرغم من المنظمات الدولية تحدثت عنها بأن أنها كانت يعني نقية بدرجة كبيرة جدا. زد على ذلك ماذا استندت هذه الانتخابات؟ ألم تستند على الإعلان الدستوري؟ لماذا لا حتى نقول لك لماذا لا نرجع إلى الإعلان الدستوري بدلا من هذه المناكفات التي ستمر هذا العام ولم نصل إلى نتيجة؟ الدستور ترك بهذا الشكل، 75 سيبقى عليها نفس الإجراءات وبنفس الإشكاليات، ولذلك لا نحفل بأن الأمر سيكون بعيدا عن ذلك. أنا أقولها بحقيقة، التشدي مازال، الاختلاف مازال، الانقسامات مازالت موجودة، السياسيون لا يبحثون عن حل صحيح، ومازال هذا الأمر القادة السياسيين يبحثون عن مصالحهم ولا يبحثون عن مصالح الوطن أغلبهم وحاشا الشرفاء منهم، ولذلك الحل لن يكون يسرا أو ميسورا. والضغط الدولي لا يأتي، حتى الأمم المتحدة ألم تدعو بأن خروج القوات الأجنبية في 3 أشهر؟ ما زلنا إلى الآن لم نرى أي بوادر لذلك. هذه الأمور التي تهيئ للدستور وتهيئ حتى القاعدة الدستورية غير موجودة، القواعد الانتخابية والدوائر وما حدث من صراع ومناكفات حول الدوائر الانتخابية ما زال موجود، فكيف تريد أن يجتمع هؤلاء 75 والمناكفات موجودة والإشكاليات موجودة على مستوى الوطن ومن مفكريها ومن وسائل التواصل الاجتماعي ومن السياسيين ومن أفراد الشعب؟ الأمر مختلف، البلاد منقسمة ما زالت إلى الآن، لم نصل إلى درجة يعني وعي كامل وبمعرفة ماهية الانتخابات وكيف الوصول إلى انتخابات حقيقية وبناء على أي قاعدة وباختيارات تكون جادة لبناء هذه الدولة. ما زلنا نبحث عن أشياء وما زلنا نعلق شماعات على أشياء أخرى، ولذلك لكي نصل إلى الحل يجب علينا أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا ما هي الطرق التي يفترض أن نذهب بها بعيدا عن كل المتغيرات التي تحاول أن تغير هذه الأشياء. لو كان إحنا ننظر إلى القاعدة الدستورية بالشكل الذي يعني تنادوا به قبل وجودها لأصبحنا في حلم إلى الآن، وأصبحنا الآن نسعى وننتظر إلى الانتخابات،
لم نرى هذا الحلم الذي تحدثوا عنه ولا هذه القاعدة التي أعطيت مثل ما كانت الحرب التي شنت على الدستور. نحن دائما في حروب حتى في أشياء بسيطة، ولذلك أقولها بصراحة، نحن يجب علينا أن نبقى في المسار السياسي الحقيقي الصحيح وليس في ما وجد على الواقع. ما وجد على الواقع في الأرض يجب أن يحارب بالقوانين، ويجب أن يعاقب، ولا يجب انفلات من العقاب، ويجب أن كل من هو يعرقل العملية السياسية السلمية يجب أن يحاسب حتى نهيئ الأجواء للانتخابات. أما البقاء بهذا الشكل، أنا أعتقد أن حتى 24 ديسمبر لن نذهب إليه، وأن القاعدة هذه الدستورية لن نراها، وهذا الأمر أتى من اختلاف المشارب، وكل مشرب بما يريد أن يكون وبما يريد أن يغالب وبما يريد أن يفرض. نعم أستاذ بدر، يعني هل قرأت دلالات في تصريح يانكوفيتش بأنه سيزور طرابلس في الأسبوع القادم وفي الأيام القادمة للتحاور مع الأطراف السياسية؟ يعني قرأته أنه يعني سيأتي لجولة سياحية أخرى، يعني حقيقة لأن هو لم يعطي ما نتائج جولته الأولى. يعني جولته الأولى شملت مجلس أعلى الدولة، مجلس النواب، حفتر وغيره من الأطراف، وبالتالي كان يعني الواجب أن يفرز هذا تفرز هذه الزيارة الأولى نتائج ويذكرها في خطابه الذي ذكره أمس أمام ملتقى الحوار، ولكن هو يعني قالها وكأن يعني لديه الحل السحري بذهابه إلى ليبيا. هو يعني يجب أن يكون مقيم في ليبيا، ولكن وذهب كم أكثر من مرة إلى 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 الأطراف الليبية، ولكن لم يأتي بالحل. كون أن مشكلتنا إضافة لما ذكروه ضيوفك الكرام، مشكلة ليبيا ليست مشكلة نصوص، لدينا الإعلان الدستوري وهو قيمة دستورية جيدة به نقاط، لدينا دستور الاستقلال، لدينا قوانين عدة، ولكن الأطراف غير ملتزمة بهذه الدستور. يعني حفتر انقلب على الإعلان الدستوري، فكيف أن تنتظر منه إذا تم استفتاء على الدستور وأقر أن يحترم الدستور؟ هناك أطراف أخرى مستعدة للانقلاب على نتائج الانتخابات قبل حتى أن تحدث، لكونها أنها إذا جاءت بنتائج لا ترضيها. وبالتالي الأطراف الليبية هي لا ترى في الانتخابات إدارة يعني خلاف سياسي، بل ترى فيها هي معركة من المعارك الصراع الليبي، وبالتالي كل منها طرف يرى في الانتخابات شيء آخر. القاعدة الدستورية كما ذكر ضيوفك، قصدي يعني إذا كان المجلس الأعلى للدولة والمجلس النواب يريدان حل هذه المشكلة، كان حله يعني كان قادران على حلها قبل حتى تشكيل ملتقى الحوار، وكان مشروع الدستور مطروح من 3 سنوات، وكان أيضا لديهم 60 يوم بعد إقرار إفراز حكومة الوحدة الوطنية لدراسة نص آخر. وبالتالي هي الأطراف يعني ترى في كل مناسبة سياسية هي فرصة للمساومة والمناكفات. رأيناها في المناصب السيادية، رأيناها في منح الثقة، رأيناها في منح الميزانية، إقرار الميزانية الآن. وبالتالي كل خطوة إذا لم يتم يعني تقليم هذه الأطراف من قوتها، فهي بكل خطوة ترى في نفسها فرصة للحصول على مكسب سياسي ومصالح سياسية. حفتر لم يجلس في المسار السياسي حتى كسر في طرابلس، وكانت غدامس أقرب من جنيف، وهكذا. وكل طرف يتم يعني يكابر في تحصنه بقاعدته الشعبية ومناطقه حتى يعني يتم تقليمه أو يتم يعني كسر شوكته، وبالتالي يجد نفسه مجبرا على الجلوس وتقديم التنازلات. وهذا ما قامت به كما ذكرنا سابقا ستيفاني ويليامز. أداء كوفيتش كونه جاء من خلفية يعني من أوروبا الشرقية، وهذه دول ليست لديها التاريخ في الدبلوماسية وليس لديه أي إنجازات. هو خادم من لبنان التي تعصف به المشاكل الاقتصادية والسياسية، وماذا سيمكن أن يفعل في ليبيا إذا لم يتمكن أيضا غسان سلامة الذي قادم من لبنان بهذا الحل، وأصبح يقول في أسرار عمله بعد أن غادر، بعد أن نزع عنه عباءة الدبلوماسية. وبالتالي يجب على أن يكون رئيس البعثة قادر على إعطاء الحلول والضغط وخروج بمبادرات، وليس عبارة عن جولات مكوكية. السيدة ستيفاني ويليامز كونها جاءت من كانت نائبة سفير الأمريكي، وجاءت من خلفية دبلوماسية عريقة في وزارة الخارجية الأمريكية، ولديها خلفيات دبلوماسية تستطيع الضغط على الأطراف الليبية، وجدت الحل وقامت
خرق في 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 حصون الاطراف الليبيه المتنازعه، ولكن حتى الان سيد كوفيتش لن يحدث هذا ولا يملك هذه القدره يعني، وهو بالتالي يستطيع الاستمرار حتى اقالته او تغييره طالما ان الازمه مستمره، وهو لن يخرج عن باقي المبعوثين السابقين الذين جاءوا واستثمروا الوقت والجهد وبدون اي يعني تحقيق اي نتائج قويه كالتي فعلته ستيفن ويليامز في فتره قصيره. أستاذ صلاح، كيف تابعتم تصريحات حفتر بعدم الاعتراف بأي سلطة ويعني ما تداعيات هذه التصريحات على المسار الدستوري والانتخابي الآن؟ والله أسئلة جيدة وأحاول الإجابة عليها، تصريحات حفتر، ولكن أيضا الضيوف يثيرون أسئلة حتى هي يجب أن نتوقف عندها. أنا لا أريد أن أدخل في مناكفة مع صديق العزيز عصام، وأعتقد أن الكلام تاعه يعني معروف ومفهوم ويعني لا غبار عليه. الإضافة هي أن في حاجات، أولا أنا لم أقل أنه ليست هناك ضغوط، أنا قلت شنو الغريبة في أن في هناك ضغوط عالمية؟ كل المجتمع الدولي متكون من أطراف وكل طرف عنده مصالحه وكل واحد بيضغط. واحد عنده صاحبة حفتر، واحد عنده صاحبة سيف، وواحد عنده مش عارف شنو، واحد في النص، وواحد يبي قواعد، وواحد يبي نفط، وواحد يبي مش عارف شنو. فهذه ليست غريبة. نعم. القضية هي كيف تبي التعامل معها أنت كأطراف وطنية. ثانيا، هيئة صياغة الدستور منتخبة. أنا هذه أتمنى أن أخوتي وخواتي الليبيات يطلعوا منها قصة منتخبة اللي خشوها في روسنا هذه الأجسام التي فقدت الشرعية والمشروعية. يعني انتخبوك في 2012 لمدة 120 يوم، وعدت أنت كمرشح أنك تعطيهم الدستور في 120 يوم، تعطيه لهم بعد 3 سنوات، وتجيني اليوم بعد 8 سنوات 9 سنوات ولا أدري كم، وتقول لي أنا منتخب، تشير انتخبناك مدى الحياة أنت ولا شنو؟ لا. يا سيد عصام، هيئة صياغة الدستور لو قامت بعملها وأنجزت الدستور في 120 يوم المحددة لها واللي وعدوا بها الشعب الليبي في 2012، راهو ما صارش اللي صار توا، وفي الأخير بكر اطلعوا لنا بهالنص المعيب هذا. عمركم سمعتوا دستور يتكلم على الثروة الحيوانية؟ كي حتى في أستراليا اللي مليانة غنم وبقر ما يحكوش عليه، والمهن الطبية في دستور يتكلم على المهن الطبية ودعم الشباب ودعم المهن الطبية ودعم المعلمين ودعم مش عارف شنو. ثالثا يا سيد عصام، المقترح الثالث والمقترح الرابع لا يقولون الدستور، مش عارف منين جبتها انت هذه. خلينا نقول لك المقترح الرابع شنو يقول. يقول إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إجراء تعديل على مسودة الدستور. خليني أقرأ عليك. أرجع للدستور يا. لا ما أعرف أنا أرجع للدستور لا لا يعني. لا 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 ما رجعش للدستور. قال لك عدل الدستور وبعدين نديروا عليه استفتاء. شو تقول؟ لا يرجع بعدله. رجع بعدل يا استاذ صلاح، ما مشاش دستور ثاني، مشى الدستور هذا عدل، ما قالش الرجوع لدستور الاستقلال. هذه طريقه ما تقدرش تزرق بها يا استاذ عصام، مش هذا الدستور المشكله. كلنا نبوا لا مش تدرك بها، هو قال لك رجوع الى الدستور باش تملى اي دستور بيرجع له باي تعديل لاي دستور. كراش اي تعديل لدستور. التعديلات الدستوريه، الأمازيغ يبوا تعديلات، التبو يبوا تعديلات، الطوارق يبوا تعديلات، جماعة الشرق يبوا تعديلات،
جماعة الحقوق المدنية يبوا تعديلات. بيعدلوا شنو؟ أنا معاك التعديلات ضرورية والوقت تغير، لكن بيعدلوا شنو يا أستاذ صلاح؟ أي دستور اللي بيعدلوه؟ يبقى ما هيش نفس القصة متاع قصة ما. شوف يا عصام، شوف بالله بالله ما عنديش وقت انا باش نقعد نخش في لا حتى الضغوط، انا ما تكلمتش انت، انا موجوده الضغوط ما قلتش مش موجوده، انت تو حتى اعطيتني حاجه مش ما قلتهاش. انا نتكلم اذا كان القاعده الدستوريه لا ترضي والدستور لا يرضي، ما هو الحل اليوم امام الليبيين؟ راشي اي خلينا نقول لك، خلينا نقول الدستور فيه أطراف تقول ناخذ المسودة بعينها، مجلس الدولة ومجلس النواب يقولوا ناخذ المسودة بعينها كما هي ونديروا عليها تصويت، وأطراف أخرى مسودة كما هي ونديروا عليها سفتة، وأعضاء الأعضاء اللي وافقوا على هذه المسودة في هذه صياغة الدستور والله منتخبين حطوها على الاستفتاء، وفي وحدين أخرين يقول لك لا نعدلوا فيه وبعدين حطوه على الاستفتاء. فرق كبير، فرق كبير. فالمقترحات الثالث والرابع من هو اللي بيعدلوا فيه استاذ صلاح؟ انا نختي لي سؤالي، من هو الذي سيعدل النصوص التي سيعدل من اي دستور؟ هم يحكوا آلية التعديل. لا، النصوص ما هي التي ستعدل؟ يعني المشروع هو اللي سيعدل، المشروع هو الذي سيعدل، هذه عادية تعدل لا نختلف فيها. لا، لان معناها رجوع الى المشروع. ما انت بتعدل شو اللي بتعدل؟ يا عصام بتعدل انت المشروع. انت سويت بين الجماعه هذا انتخاب من انتخاب، معليش يا استاذ سلام، من انتخاب من انتخاب مجلس النواب انتخبناه عام وما زال مستمر. اذا كان بتدخل في النقاط هذه خش معاك في عده نقاط. انت تاخذ من وقتي شنو؟ انا المشكله ما نسمعش فيك، واغلب الكلام ما نسمعش فيه لان في تقاطع. ما باهي وصل لها يا سيادة المذيع ان ما تقاطعش هذه. استاذ عصام دعنا نعطي الوقت للاستاذ صلاح ونعود اليك. يا استاذ عصام، وهذه اخر كلمه حنقولها في الموضوع هذا وحنفوت الباقي. انت تقول ان المشروع الثالث والرابع هي نفس الشيء لاستفتاء على الدستور. لا، المشروع الثالث والرابع قال لك مش المسوده، نبي نعدل وبعدين دير استفتاء. فرق كبير، هذا اول. شوف استفتاء قلت رجوع الى مشروع الدستور، هو بيرجع لمشروع الدستور، شو عد لو ما عدلاش بيرجع لمشروع الدستور. يا راجل خليني نكمل بالله. لا بيرجع له، ما كان بينتخب مالها، هو قال لك ننتخب الهيئه التشريعيه وبعد ذلك نرجع. هو ما تقطعش يا سيد المذيع، اتدخل انت شنو هذا؟ استاذ عصام لو سمحت دعنا نكمل مع الاستاذ صلاح، يكمل الفكره ونعطيك الوقت لو سمحت. خلاص خليه يتكلم، هي اعطيه عقاب الدور نتاعي اعطيه السيد عصام. لا تفضل استاذ صلاح اكمل الفكره لو سمحت. يعني لما يقول السيد عصام دعنا نحاسب انفسنا ونواجه انفسنا، يا سيد عصام هيئه صياغه الدستور كان عندها مسوده ورفضت تقديمها للمؤتمر الوطني العام انذاك، كانت تنتظر في نجاح حركة لا للتمديد، هذا ما كان ينتظره وأخرها علي الترهوني. وعندما قرروا أن يخرجوا بمسودة في 2017 دزوها لمجلس النواب ما عطوهاش لمجلس الدولة. دعنا نواجه أنفسنا، تو تجيني تقول لي ناخذ المسودة المعيبة هذه ونحطها على الاستفتاء، أنا ناخذ المسودة ونرميها في وجههم لأن مسودة معيبة عارضوها مكونات رئيسية في المجتمع الليبي، عارضوها منظمات دولية لحقوق الإنسان، عارضوها منظمات حقوقية ليبية، طلعت فيها 60,000 عيب شو اسمه دراسة من جامعة بنغازي. مش عارف على أي أساس لا نديروا استفتاء على الدستور، دستور عادي أقرأ. أنت في ليبيا دولة من العالم الثالث، تبي تعطي نفر واحد الصلاحيات هذين وشنو تبيه؟ يعني الدستور يبي يحكم فيه؟ ما هو عندك الإعلان الدستوري شبه دستور، شنو داروا له مجلس النواب؟ 60,000 تعديل وتجاهلوه تماما.
مجلس القضاء الأعلى اللي حكم القضاء ببطلان مجلس النواب خالف القرار متاعه وعد دز رسالة لمجلس النواب هم المرشحين متاعنا للنائب العام. تي النصوص انت شفت اصحابك كانوا يدير نسخ تاع الدستور خلاصه تو بيجيك رئيسه عدي اقرا 13 رئيس في افريقيا هذه اخر كلمه نقول. نعم تفضل. 13 رئيس في افريقيا خلال 10 سنوات الماضيه غير الدستور ومد الروح. نعم استاذ عصام ما رايك بهذا الكلام؟ اريد منك التعليق في دقيقتين لو سمحت لان الوقت ادركنا بطبيعه الحال. انا الصوت ما فيش انا الصوت. هل تسمعني الان استاذ عصام؟ صوت ما فيش. فيش. الان. طيب حانتقل للاستاذ بدر ريثما يتم اصلاح المشكله مع الاستاذ عصام. استاذ بدر ما تعليقك على ما ذكره الضيفان الكريمان من موضوع الخلاف على الدستور وما يحمله الدستور من ألغام إذا كان كما يقصد الأستاذ صلاح؟ ذكرت سابقا أن مشكلة ليبيا ليست النصوص وكما ذكر السيد صلاح يعني أن الأطراف هي يعني تلعب بالنصوص كما يعني كما تريد. البرلمان لا يستطيع تمديد لنفسه بدون استفتاء يعني عام ومدد لنفسه. الإعلان الدستوري يعتبر دستور يعني قصير وليس مفصل يعني بسيط وانقلب عليه خليفة حفتر في 2014. يعني النصوص كما ذكر المجلس الأعلى للقضاء يعني كل الأجسام الليبية يعني تعدت على 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 النصوص. اتفاق الصخيرات كم مرة خرق يعني حتى ملتقى الحوار الآن يتم خرقه وبالتالي المشكلة هي مشكلة أطراف ليبية متحصنة بأفكارها ومصالحها ولا تريد التنازل عليها حتى تحس نفسها أنها هي مهددة وبالتالي على الأطراف كافة الحل. يعني أنا أقصد أنا هنا لأقفز إلى الأمام وأقول أن يعني أعطي الحل الذي أراه من وجهة نظري البسيطة هي أن الحل يجب على الأطراف الليبية بكافة أن تجتمع على طاولة حوار واحد أن تجبر بالأصح لأنها لن تجلس هي برغبتها أن تجبر على الجلوس والخروج بميثاق وطني يعطي ضمانات للشعب بأن هذه النخب لن تنقلب على نفسها في المستقبل. أيضا تعدل أو تخرج بدستور إذا انطلقت من مشروع مسوى الدستور أو من دستور الاستقلال أو من الإعلان الدستوري وتعدل وتخرج بدستور لأن ليبيا في كونها دولة خارجة من صراع ونزاع لا يمكن أن يعني إدارتها بإدارة بسيطة كالأدوات الانتخابية الذهاب للاستفتاء الذهاب للانتخابات وهي في حالة استقطاب سياسي حاد وفي وانقسام مجتمعي وحتى طبقي وبالتالي تعطى لها حلول كأنها دولة سويسرا مستقرة نذهب إلى استفتاءات ونذهب إلى انتخابات دون حل المشكلة الأساسي وهي خلاف الصراع النخب والطبقة الحاكمة وعدم رغبتها في وتوصل إلى حل وبالتالي لا. يجب على هذه الجلوس والدراسة كما ذكر السيد صلاح المشروع مسودة الدستور يكفي أنها الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور لم تحتفظ بمهلة الأربع أشهر التي وزعت لها في الإعلان الدستوري والتي انتخبت على أساسها عام 2014 وبالتالي تأخر خروج المشروع لثلاثة سنوات ومن ثم يخرج معيب ولدي وحتى أنا الذي لا غير مختص بقوة في القوانين الدستورية أستطيع إخراج عدة عيوب ظاهرة وواضحة وبالتالي فما بالك بخبراء القانون الدستوري سيخرجون ملايين النصوص وكما يقال الشيطان في التفاصيل وبالتالي يجب على هذه الأطراف أن تكف عن المناكفات السياسية واللعب والكيد السياسي وأن تجلس وتخرج برؤية واضحة ورؤية واضحة لهذه الدولة بدستور وبكل يعني أمور قانونية للعبور من هذه الأزمة وأيضا على الشعب الضغط لأن هذه الأطراف لا تستجيب بدون ضغوط سواء دولية أو شعبية ورأينا في عدة مناسبات. نعم أنا الوقت أدركني اسمح لي أستاذ بدر لو سمحت أنتقل إلى الأستاذ عصام للتعليق على ما ذكره الأستاذ صلاح وأريد أن أضيف سؤال. طبعا تبقى لدينا أقل من دقيقتين. إذا كان الأمر كذلك فهل يصلح أن نعرض الدستور للاستفتاء؟ يعني أنا كمواطن لا أعرف ما هي هذه التفاصيل وإلى أين ستودي، هل يجوز أن أستفتى على الدستور وأقول رأيي فيه؟ أولا يا أستاذ ناصر أنا والضيوف أنا
لم أشجع آية الدستور ولم أعطيها الحقية وليس لي الحق في ذلك أصلا. وإذا قلنا إن الدستور أعطي 120 يوم وبعد ذلك ترك، ولماذا ترك؟ لماذا ترك؟ لماذا لم يتم إيقافه؟ لماذا لم يقف هذه اللجنة؟ ولماذا لم يقف عملية يعني تمريره إلى مجلس النواب والتصويت عليه؟ لماذا نكون في هذه اللحظة في نتكلم على هذا الموضوع بهذا الشكل؟ أنا لست مع الدستور ولي ترجع إلى كل المقابلات السابقة وترى، لكنني أنا قرأت نص موجود، لا ترحل الأمر لي أنا أقرأ نص موجود في المقترع، ولست أنا الذي أقر بأن هذه يجب أن يكون، يجب تحويل الأمر، ليس بهذا الشكل. المقترح الثالث فهو إجراء انتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر، وعلى أثرها يتم إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. المقترح الرابع ويتعلق بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وعلى أثرها يتم إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. وفي حالة فشل الاستفتاء يختار البرلمان الجديد رئيسا ليبيا المقبل. باهي تو انا ما لياش علاقه بالموضوع ولا بالمقترحات، لم انا اقترح الدستور ولا ما اقترح انا اللجوء اليه، ولم اتكلم على لجنه الدستور ولا اقول ان هي عندها الحق ودارت هذه النصوص وهذه النصوص يجب ان يتبعها الليبيين. لماذا هذا الكلام ولماذا تحويل الامر على شخصي انا اني نالي وافقت واني نالي درت واني نالي اقترحت؟ كانني الدستور اذا كنا نتكلم على اللجنه منتخبه ل 120 يوم، فمجلس النواب منتخب على عام، ولذلك هذا الأمر والجدال يحدث في ليبيا دائما بشكل كبير. وعندما نتكلم على المختارين وعن المفكرين الليبيين والنخب وأن هذه النخب هم الذين، من وراء هذه النخب؟ ولماذا تم اختيارهم؟ وما الذي دفع بهم؟ وما هي يعني تياراتهم ومشاربهم السياسية؟ لذلك عندما نحول المجتمع الدولي، كل دولة لها مصالح ولها مكاسب من وراء ذلك، وهي تدافع عن مصالحها ومكاسبها، ولا عيب في ذلك. العيب أننا لا نعرف كيف نستخلص هذه المصالح وهذه المكاسب في صالح بلادنا، هذا العيب الذي لنا فيه. الحياة في بين الدول والعلاقات تبادل المصالح، لكن أن تحتفظ على مصلحة بلدك وعدم انتهاك لحقوقك وقوانينك الوطنية. تساؤلات أستاذ عصام يجب أن نفرد لها حلقة، وبصراحة الوقت لا يسعفنا، لم يعد يسعفنا الآن. هناك كلمة تعقيب في نصف دقيقة 30 ثانية الأستاذ صلاح، تفضل أستاذ صلاح. نعم، أنا نقول لك ما نقوم به الآن من مفاوضات في جنيف ومفاوضات مش عارف وين وفي الغردقة وكذا، هذا كله مضيعة للوقت. ليش؟ لأن القضايا الأساسية الليبيين المشاهدين كلهم يعرفوا أن الصراع على من يتحكم في موارد الدولة، الصراع على شكل الدولة فيدرالية موحدة كل واحد يمشي في حالة، نظام رئاسي ولا نظام برلماني. والسؤال الرئيسي أيضا، هل يمكن الوصول إلى أي حل في مع تواجد حفتر؟ هذه الأشياء يجب أن نجلس ونناقشها. هيئة صياغة الدستور تهربت من كل هذه الأسئلة. شكرا لك، وطلعت لك الورقة هذه يسموها مسوى. أعتقد أنه يجب أن نفرد حلقة بل حلقات عن هذه القضايا الأساسية. نتفقوا، نعم. نبو نقعد مع بعضنا دولة واحدة ولا نبوها فدرالية ولا نمشي كل واحدة في حالة؟ أنا آسف لأن الوقت أدركني، وهناك يعني المخرج لديه عمل آخر. أشكرك الشكر الجزيل المستشار السابق لرئيس مجلس الدولة صلاح البكوش، كنت معنا عبر سكايب، والشكر أيضا للكاتب والصحفي والمحلل السياسي عصام الزبير عبر استديوهاتنا من تجراء، والشكر للصحفي والمحلل السياسي بدري شنيبة أيضا كان معنا عبر سكايب. شكرا لكم ضيوفي الكرام، وشكرا لكم مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة. إلى اللقاء.